خلينا متفقين ان من اغلب المشاكل اللي بتقابل الناس في الفيزياء عندنا في ثالثه ثانوي هو فرع الفيزياء الحديثه، تحديدا طريقه التعامل مع الفيزياء الحديثه. اخر الفيديو ده ان جايب لك هديه حلوه قوي وعرفك ازاي تفهم الفيزياء الحديثه في تقريبا 3 ساعات. بس الاول عشان تخرج من الفيديو باقصى استفاده يبقى انا لازم افهمك واصحح لك نظرتك للفيزياء الحديثه. طب هي ايه اصلا الفيزياء الحديثه؟ سؤال جميل وفي محله. الفيزياء الحديثه تعتبر فيزياء نظريه. حلو، انت لسه قايل دلوقتي انها فيزياء نظريه، يعني المفروض احفظها واخش احط الاجابه في الامتحان. احب اقول لك ان كلمه نظريه هنا مش معناها ان هما كلمتين يتحفظوا تخش الامتحان تحط الكلمتين. نظريه هنا يعني بتستنتج من استنتاجات رياضيه ومعادلات بيتم تصفيتها لغايه لما نوصل لحقائق معينه. اكبر غلط هنا انك تتعامل مع الفيزياء الحديثه كانها حفظ. عشان تكون فاهم الفيزياء الحديثه اللي هي عندك في المنهج بتاعك، هي اصلا مجرد مقدمه تشويقيه كده لعلم كبير جدا اسمه علم ميكانيكا الكم، او اللي احنا بنسميه علم الفيزياء الحديثه. يبقى هنا لازم تتعامل معاها كانها حدوته او حكايه بتتحكى لك، شويه مواقف بتعتمد على اللي قبل منها، والمطلوب منك كل موقف تفهمه كويس جدا وتعرف قوانينه وهو بيدور حوالين ايه. طب ازاي الكلام ده؟ عم نتكلم بسرعه ادق. زمان تحديدا قبل عام 1900 المجتمع الفيزيائي كان عنده اعتقاد ان هو خلاص قفل الفيزياء وفاضل بس على ليفل الوحش شويه ثغرات كده هيغطيها وبعد كده يقوم خلاص قفل لك الفيزياء. طب والثغرات ديت كانت عباره عن ايه؟ الثغرات ديت كانت عباره عن ظواهر معينه، الظواهر ديت ما كانوش قادرين يوصلوا للتفسير الصحيح بتاعها لغايه لما جالك عالم كده عبقري يسمى العالم ماكس بلانك، وقدر يفسر ظاهره من الظواهر ديت الا وهي ظاهره الاشعاع اللي خارج من الاجسام ويحل القصور اللي كانت موجوده عند الفيزياء الكلاسيكيه. والظاهره ديت كانت بتسمى بظاهره اشعاع الجسم الاسود، ولما وضحها لنا حط لنا فروضه ورسم المنحنى الجميل بتاعه، ودي اول ظاهره كانت سبب في نشاه علم الفيزياء الحديثه. فانت مطلوب منك بعد ما حكيت لك الحكايه دي تفهم يعني ايه كلمه اشعاع اللي بلانك فسره، وليه الفيزياء الكلاسيكيه كانت مفسره غلط. انت من خلال 3 اسئله تقدر تجمع اول ظاهره فتفهم كويس جدا الفيزياء الحديثه بتتكلم عن ايه بالظبط. وهكذا بقى عد بعد كده الظواهر اللي جايه لك. عندك مثلا البرت اينشتاين بعدها قدر يفسر ظاهره برضو كانت عامله قلق في المجتمع العلمي، والظاهره دي كانت بتسمى بظاهره الانبعاث الكهروضوئي، اللي هو انت من خلال ضوء بتسلطه على معدن تخرج الكترونات. ولما البرت اينشتاين فسرها اخذ عليها جائزه نوبل، ودي كانت بمثابه ثاني قلم موجه لعلماء الفيزياء الكلاسيكيه. واينشتاين في الوقت ده قدر يثبت وياكد كلام ماكس بلانك اللي هو اصلا الاشعاع عباره عن حاجه صغيره اسمها جسيمات. جالك بعد كده العالم كونتون وقام عمل لك تجربه طريفه كده، ومن خلال التجربه دي قدر يوصل لان الضوء برضه عباره عن جسيمات فاكد كلام ماكس بلانك. طب كده يعتبر ثالث خطه علماء الفيزياء الحديثه وجهوها لعلماء الكلاسيكيه، كل عمال يضرب في الفيزياء الكلاسيكيه لغايه لما علم الفيزياء الحديثه ثبت نفسه وخلاص بقى موجود، والعلماء بعد كده بداوا يجيبوا ظواهر، ومن خلال الظواهر ديت نشا علم الفيزياء الحديثه. وهكذا بقى. فانا فهمتك دلوقتي ان هو عباره عن احداث وتسلسلات معينه، من خلال فهمك للاحداث ديت بتقدر تفهم الفيزياء الحديثه. فهم كويس جدا، وده بياكد الفهم في عقلك وبيخليها صعب انها تتنسي. زي الفل، انا دلوقتي فهمتك ازاي تتعامل مع الفيزياء الحديثه، بس الفكره بقى دلوقتي ازاي نلم الفيزياء الحديثه او نفهم الفيزياء الحديثه في 3 ساعات زي ما قلت لك في اول الفيديو. عشان ما تتوهش في شرح الفيزياء الحديثه والكلام الكتير بتاعها، فاحنا عملنا شرح مبسط جدا 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 لدرجه ان طفل يفهمه، والكلام ده مش كلامي، كلام التعليقات اللي موجوده على الفيديوهات. الشرح ده من خلاله عملنا سلسله كامله، والسلسله دي بنشرح فيها الفيزياء الحديثه من الاول للاخر، من اول اشعاع الجسم الاسود لغايه الالكترونات الحديثه. ومتوسط الحلقه عندنا بيكون في رينج ال 10 دقائق. مفاجاه كبيره بقى الناس اللي متابعانا اصلا ودايما بتطالبنا ان احنا نشرح الفيزياء الكهربائيه بنفس طريقه الفيزياء الحديثه. فالمفاجاه بقى ان انا عامل لك مراجعه، المراجعه دي من خلالها تكون الحلقه صغيره، وفي نفس الوقت هنغطي فيها كم كبير جدا من الافكار اللي عندنا وكم كبير من المسائل، وهنراجع مع بعض ان شاء الله الفيزياء الكهربائيه والفيزياء الحديثه. ولو في درس معين مرخم معاك في الكهربائيه وعاوزنا ناكد عليه اكتر اكتبه لنا تحت في التعليقات، وما تنساش بقى اللايك والشير والاشتراك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك في الفيديوهات الجايه، او تنضم على جروب الانتروبي على الفيسبوك هتلاقي اللينك تحت في الوصف، وشير الفيديو كتير على قد ما تقدر. ولو انت شيرته في 5 جروبات يا ريت تكتب لي تحت في التعليقات وليك مني هديه. انتظرونا في الفيديو الجاي. سلام.